مدام. ايوه انا. اهلا مدام دعاء. ايوه انا مدام دعاء. بقول لحضرتك انا عاوز حاجتين. الحاجه الاولانيه الرقم التليفون بتاع الستة اللي هي اتصلت. الحاجه الثانيه انا عندي شقه وعاوزه اتبرع بيها بعد وفاتي انا وجوزي. شقه عايزه تتبرعي بيها؟ ها شقه وعايزه تتبرعي بالشقه؟ ولاد. نعم. عندك شقه عايزه تتبرعي بالشقه؟ بعد وفاتنا يعني. بعد وفاتنا. ما عندكيش ولاد؟ لا ما عندناش ولاد. وما عندكيش ورثه؟ ما فيش ورثه. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. احنا عاوزينها يعني انا لو انا توفيت هو يتمتع بيها. لو هو توفى انا اعيش بيها وبعد ما تنتهي الحياه تطلع لله. تمام. نعمل ايه؟ طيب حاضر. والثانيه اللي هي التليفون بتاع الست اللي كانت طالبه. طيب ارجعي للكنترول وادوها الرقم يا شباب من الكنترول. يا ايمان رجعيها للكنترول روم وهيدوكي الرقم. ربنا يجازيكي خير. يعملوا ايه بقى في الحاله دي؟ ازرع جميلا، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل حيثما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرع. طبعا. عشان احنا بنتكلم في الحلقه حتى في الكلام مع الناس. رحم الله عبدا، النبي يقول كده، قال خيرا فغنم، او سكت عن سوء فسلم. عايزين الناس كده، الله يكرمكم. وزن الكلام اذا اردت تكلما، قبل ما تتكلم لو سمحت اوزن الكلام ده. الكلام ثلاث انواع، في كلام يتاخد عليه حسنات، ايوه، وفي كلام يتاخد عليه سيئات، وفي كلام هنعتبره صفر. كلام لا بيود ولا بيجيب. لا عادي كده. تمام. صباح الخير. بس صباح الخير دي تاخد عليها سلام عليكم، تاخد عليها حسنات. امال ايه اللي يودي؟ تحيه. واحد قاعد بيتكلم كده وخلاص. بيقول ادينا بنضيع وقت، بس ما بيغتابش حد، ما فيش نميمه. طيب اللي بيسموه فضول الكلام، يعني بيتكلم عادي كده. طيب التاجر الشاطر اللي عايز حسنات من ربنا يتكلم الكلام اللي عليه حسنات، ايوه، ولا الكلام الصفر موجب صفر سالب يتكلم الموجب؟ طيب احنا بنقول للناس طب وقفوا السالب الاول. صحيح. يعني انت حضرتك ما تاخدش من رصيدك. انت حضرتك بتقولي زي ايه زي ايه؟ يعني هو في كلام النبي مثلا عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يعلمنا ليكن حظ المؤمن منك الثلاث. ان لم تنفعه لا تضره. يعني يا سيدي طب خلاص اسكت. ان لم تنفعه لا تضره. ان لم تفرحه لا تحزنه. ان لم تمدحه لا تذمه. بالنسبة بقى للحاجة منى، احنا بس انا حبيت اتكلم في العمل الصالح بصفة عامة اللي منها برضو ضبط اللسان. هي تتوجه الى الشؤون الاجتماعية، دي مؤسسة مخول لها هذا الامر وخاصة بالحاجات الخيرية، او تتوجه الى وزارة الاوقاف الوقف الخيري مثل هذه الامور. وتقول لهم يا جماعة والله انا عايزة اعمل دي دار ايتام، عايزة اوقفها على كذا، بس يبدأ هذا الوقف من تاريخ وفات. كذا هي تروح، هم هيقولوا لها بقى عن الشق الشرعي والشق القانوني وتعمل ايه وايه الورق اللي بيتكتب، وهي ربنا يجزيها خير طيب هل يجعلها ويجعلنا وكل مشاهدينا يجعلنا دائما مفاتيح للخير مغالقة للشر.